حول المشهد السوداني. مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف راشد بن أحمد الشيخ القيادي في الحزب الشيوعي بالسودان. مرحبا بك سيد راشد. بداية أطلب منك تقييم للمشهد القائم الآن في السودان. جزيلا أولا، المشهد بين شد وجذب بين المجلس العسكري، وحقيقة في المقدمة ذكر شيء أساسي، ما هو السر في تمسك المجلس العسكري بأن تكون له السلطة والسيادة؟ المشهد الآن بين شعب بكامله يصر على تحقيق أهداف الثورة بكاملها، والمجموعة التي انحازت كما تقول للثورة السودانية وأنها ستسلم السلطة إلى المدنيين، ولكن تطاول هذا الانتظار يؤشر وربما يعني يؤكد أن وراء الأكمة ما وراء هذا التأخير أعطى فرصة لأجناب النظامي وزبانيته أن يستعيدوا توازنهم بعد الصدمة التي منيوا بها من إصرار الشعب على الثورة ضدهم و اقتلاع النظام كاملا. طيب يبدو ان وبدانا نلاحظ كثير من التحركات مدعومه بالقوى التي كانت ترعى النظام لاسباب ايديولوجيه، لاسباب كلنا نعلمها ان النظام هو نظام للسلطه الاسلامويه التي انقلبت على النظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989. تقصد ان الجيش يحابي الاسلاميين سيد راشد؟ الجيش ماله؟ يحابي الاسلاميين؟ بالتاكيد القوات القياده لمده 30 عاما كان النظام الاسلامي يحكم السودان ولم يترقى الى الرتب العليا الا من كان مرضي عنه. يعني هل يعني السلطة القائمة حتى الآن تعتبر في السودان، أو النظام القائم حتى الآن في السودان وفي مقدمته الجيش سيد راشد، هل أقام الشريعة على سبيل المثال؟ لا يستطيع أن يقيم الشريعة من 11 أبريل حتى الآن، لكن المدعى أن الشريعة تم تطبيقها في 30 يونيو 89 وما نراه الان. طيب اذا انت يعني تقول انه يعني اسلامي ورغم ذلك لم يستطع تطبيق الشريعه، وان كان هذا ليس موضوعا اعود موضوعنا، اعود اليك لصلب الموضوع وتطورات المشهد السوداني سيد راشد. ما الحلول المطروحه في ظل تمسك الجيش او القياده العسكريه الانتقاليه بالحكم في السودان؟ لا يحق لها ابتداء. والحقيقه انا يعني يثيرني الحديث من كثير من المعلقين وكثير من الفضائيات ان يعني ينتظر من وضع يده على السلطه، ينتظر منه ان يمنحها لمن اخذها منهم اصلا. يعني السؤال مقلوب، ما الذي يعطي هذه القوه يعني القياده العسكريه او المجلس العسكري بالتحديد، ما الذي يعطيه الحق بان يمنح او يمنع الناس السلطه؟ إن كان يريد أن يمنعها بقوته العسكرية فذلك انقلاب عسكري، وإن كان يود الاستمرار في استنهاز وإعطاء الفرصة لدولة الإسلامويين العميقة فإنه جزء من النظام السابق، ولقد قام شعبنا بمجمله ضد النظام السابق وضد يعني مشروعه الذي حاول تطبيقه لمدى 30 عاما، أورثنا الهلاك والجوع والفقر. هذا النظام الذي حكم السودان لمدة 30 عاما كما تقول سيد راشد، مدعوم الآن الجيش مدعوم من الإمارات والسعودية، يعني اللتين يعني دافعت عن الثورات المضادة في مصر والبلدان العربية. لماذا تدعم هاتين الدولتين النظام أو الجيش تحديدا في السودان الآن؟ لأنه يقدم أبناء شعبنا في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل في اليمن، وللأمارات والسعودية استثمارات
في السودان لا يأتي خيرها لشعب السودان. شركة الراجحي تنتج آلاف الأطنان من القمح وتأخذه إلى السعودية مباشرة، ويجوع من تزرع أرضهم وتستخدم مياههم لزراعة هذا القمح. الأمارات لها مزارع لزراعة العلف والبرسيم الذي تطعم به البهائم عندهم، ويتم استهلاك المياه الجوفية واستهلاك رطوبة الأرض في أشياء لا ناقة لنا فيها ولا جمل. والأدهى والأمر أن يؤخذ أبناء السودان ويوضعون كدروع بشرية في حرب اليمن، يموتون موت الضأن. وكل ذلك تم بالاتفاق ما بين هذه الدول والنظام المقبور، والنظام المقبور يلعب على الحبال بين المعسكرين، بين المعسكر قطر تركيا وروسيا، ويلعب مع محور السعودية. طيب ماذا عن دعم عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على أول تجربة ديمقراطية في مصر، والذي انقلب فيها على الرئيس محمد مرسي الذي جاء عن طريق جماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا يدعم عبد الفتاح السيسي المنقلب على الإخوان المسلمين، المنقلب على الإسلاميين والتجربة الديمقراطية المدنية، يدعم المجلس العسكري في السودان؟ لأنه يخشى أن تنداح الثورة الشعبية وتذكر وتعيد وتقدح الزناد مرة أخرى في ثورة يناير المصرية، ويحقق الشعب المصري شعاره مكملين الذي يعني أطلقتموه على ثورتكم، على فضائيتكم. فالمصالح متعددة، والمصالح قد تكون متناقضة بين هذه الكتل الخارجية، ولكنها تجتمع كلها لأن النظام السوداني انبطح في سبيل البقاء على كرسي السلطة، انبطح لكل من يدعمه بشكل أو آخر. شكرا جزيلا. النظام كان يخشى على رئيسه من محكمة الجنايات الدولية، لأنه يعني متهم بجرائم فظيعة، يعني قتل ما يفوق 400,000 مواطن سوداني. إذن تبقى لعبة المصالح بين الحكومات والدول لا علاقة لها بالشعوب، ولا مكانة للشعوب بين لعبة المصالح للأنظمة. شكرا جزيلا لك راشد بن أحمد الشيخ، القيادي بالحزب الشيوعي السوداني.